بونسوار. نبدا اليوم مع خبر ايجابي مع اكبر شركه تطوير عقاري بدبي اعمار بروبرتيز. ارتفع سهم اعمار بنسبه 5.1% اعلى نسبه من سنه 2008، وبالنتيجه ادى لارتفاع مؤشر دبي الى 1.88%. والسبب الرئيسي بيعود لبداية التحضير لإكسبو 2020 العالمي، حيث أعلنت أعمار عن مشروع مشترك مع دبي وورلد سنتر لبناء الفنادق والبيوت الفخمة، مراكز التسوق، إلى جانب ملاعب للغولف ومعالم ترفيهية بالقرب من موقع إكسبو 2020. وإلى طيران أبو ظبي اتحاد إيرويز، فهي عم تدرس حاليا أداء وميزانية شركة الطيران الإيطالية المتعثرة أليتاليا، ومن المتوقع اتخاذ قرار بحلول الميلاد حول شراء حصة فيها. دخول طيران الاتحاد برأس مال أليتاليا إذا ما تم ما بتكون خطوة جديدة لاتحاد، فهي بتحمل أسهم بشركات أخرى مثل فيرجن أستراليا، إير برلين، إنتياز جيت إيرويز وغيرهم. خسائر أليتاليا يلي بتبلغ 700,000 يورو بالنهار بالإضافة للديون البالغة 800 مليون يورو بحاجة لإيجاد مستثمر للحفاظ على كيان الشركة. والجدير بالذكر إذا تمت العملية فمن المرجح أن طيران اتحاد يكون مهتم بالحصول على 25% على الأقل من أليتاليا ليضمن نفوذ استراتيجي بموقع القرار. آخر خبر من الخبير الاقتصادي بدويتش بانك بيتر هوبر، حيث ذكر بمؤتمر صحافي نهار الأربعاء عن اقتناعه بعملية تقليص الحوافز النقدية من قبل البنك المركزي الأمريكي بحلول شهر آذار سنة 2014 كحد أقصى، وهيدا إذا ما تم الأمر بشهر كانون الأول الحالي مثل ما هو توقع. أما السبب بيعود لتوقع دويتش بانك نمو وازدهار اقتصادي بالولايات المتحدة بنسبة 3% على الأقل لسنة 2014. هيدا كل شيء لليوم، شوفكم بكرة.